السلام عليكم، اسمي شي هاجر، ولدت 91، عندي 5 الوليدات. تزوجت كنت باقا صغيرة وما كنعرفش نتبع الفانيد، ولدت الوليد الحمد لله عليه. من بعد الحمد لله ولدت وليدات اخرين زدتهم، ما كنتش باغا ولكن الحمد لله جاو من عند الله سبحانه وتعالى. بقينا الحمد لله غادي نعيشين بحال هكا الحمد لله مزيان. كان راجلي خدام علينا و تيخلص لينا الكرا و داكشي باش الحمد لله باش عايشين. مؤخرا دابا عام كان كيعاني من الراس ديالو، ديما كيطيح في الزنقه، ما بقاش تقد يخدم وصافي. الحاله ديالنا بدات كتدهور الحمد لله، مات اللي تزاد عندنا مريض وتزاد بالعمليات، وحنا على القلب جوج مرات، عاونا غير المحسنين باش ندير ليه العمليات على القلب. دابا مؤخرا رجع عشان يطيح في الزنقه، وكنا كارين 32,000 ريال، ما بقيناش باش نكريو، جمعونا غير الناس وجاو كرمنا هاد الدار هادي هنايا ب 34,000 ريال. وراجلي ما بقاش دابا تيقد يخدم، انا اللي كنبغي نعاون معاه كنخدم، وداك الشيء انا مريضه وفيا فقر الدم، وكنركب الولد كنديدي من السبيطار. مؤخرا نعست معاه وخليته هو مع الوليدات. الحاله ديالنا الحمد لله تدهورات بزاف، وقلنا الحمد لله الناس عيطونا للاذاعه وجات لعندنا، وداك الشيء صافي لحقاش. ما بقاش عندنا شي حل اخر، ما بقاش عندنا باش نخلصوا الكرا، ومن الدار تيبغي الفلوس ديالو في كل شهر، وحنا ما لقيناش كنديرو. هزيت الهم ولقيت فهمتي، لقيت راسي مسؤوله على 5 الوليدات، وفهمتي الامكانيات ما كايناش المساعده، فهمتي العائله الوالدين ما تيعاونوناش، فهمتي ما لقيناش كيفاش نديرو نعيشوهم. من تزعدنا الوليد مريض فهمتي، ما لقيناش فهمتي شي حد نحطو عليه راسنا، اللي كنمشيو عنده فهمتي ما كيبغيناش. كون ماشي الناس يجمعو لينا وشافو راجلي بحال ديرو كيفاش دايره، وجمعونا وجاو كراونا هنا، كنا نكونو دابا في الزنقه. بنتي الصغيرة عندها 9 شهور، وليدي الاخر عنده 3 سنين، وهذا الوليد اللي مريض عندي وفاتح عنده 8 سنين، والوليد الاخر عنده 6 سنين، والاخر 5 سنين. لقينا الحمد لله خير في الناس وكرمونا، ولكن هاد الشهر خلصنا، والشهر الجاي ما الله اللي عالم. انا اللي كنبغي نعاونو ما كنقدرش، حتى انا عيانه ومريضه وخصني نركب الولد وندير السبيطار، وكنبقى نهار كامل. بنين مشيت للسبيطار ونعست مع ولدي، غير الناس راه كانوا عارفين اللي عيطوا عليكم، راه عارفين جاو عند راجلي وشافوه، منين شافوا هاد الحاله ما يضطروا يعيطوا عليكم. لقاوه ماشي ما عندهمش ما ياكلوا، فهمتي لقيناهم جيعانين ما عندهمش ليكوش، فهمتي هو مريض وتجي الحريق ديال راسو ما تينعش. هاد الوليد خاصو السبيطار فهمتي، والعلاج دائما فهمتي، خاصو ديما العلاج، خاصو ديما في المراقبه الطبيه ديال الطبيب. الحمد لله باقا الاخت انا ما ختناش، طلبوا لنا في الكلينيك ما بقيناش باش نديروها ليه. صافي قال لك الطبيب ديال القلب قال لي ضروري خاصو الكلينيك، ما يتختنش عند اي طبيب عادي بحال خوتو. كنطلب من المحسنين الا شافوني وشافوا الحاله ديالي، كنطلب المساعده كيف ما كانت من اي واحد، لحقاش انا محتاجها بزاف فهمتي. ما بغيتش بداتي تشرطوا فهمتي، قاومت بزاف فهمتي، وكاع البان دقيتهم، ومازال باقي ما بدي الله سبحانه وتعالى عمره ما كيتسد. باش نتمنى من عند الله سبحانه وتعالى يشوفني فهمتي شي واحد من خوتي المحسنين وداك الشيء، ويشوفوا الحاله كامله، ويجيو يشوفوا كل شيء بعينيهم. راجلي فهمتي واش اللي غادي فهمتي نبقى نتكى عليه ونعتمد عليه فهمتي، وكنت كنتسنى فهمتي واحد السند ليا فهمتي. ما بقيتش فهمتي انا من المرض، ما بقيتش كنتسنى فهمتي منه كل شيء، وصلت باش يخدم عليا وداك الشيء. ما تنقول فهمتي الا ما خدمتش دابا انا، واخا انا ما قادراش فيه فقر الدم ومريضه، تنمشي باش نخدم عند الناس صافي. ما كنوصل لداري حتى الله اللي عالم، غير باش نوكلهم، وداك الشيء تلقى صعوبه كبيره. انا قيسي عبد الرحيم من مواليد 1982. انا قريت الكاتريام، المهم كنت خدام سربي في المدينه فانتير. تزوجت بنت عمي، كانت الامور بخير الحمد لله، كنا كنكريو ساكنين، زادت عندنا الوليد مريض. المهم كنا كنداويو باللي قدينا، نجريو ودرنا ليه العمليات. لقيت المراه عندي الحمد لله كانت ديما كتولد، عندها مشكل في الدم لا عمله، هي عندنا او بلس. الحمد لله كل مره كنلقاها حنان، ما كنقدروش نديرو شي حاجه اللي تخدم الله. زادوا عندنا دابا 5 الوليدات. انا اكثر من عام ونص طحت واحد النهار في الزنقه، تلقيت راسي في السبيطار، ما عرفتش شنو المشكل، عطاوني ندير السكانير ما درتوش. بقينا متبعين الحياه مع الدراري وكراو اليومي، عاوتاني طحت درت واحد مشروع صغير ديال واحد السيده عطاتولي كنبيع السبر ديالها، غادي ما بقيتش كنقد على
الخدمه ديالي تما حيت الراس ولا كيضرنيها كنحكو كيتنمى ليا. درت واحد السبرديله جاب الله تيسير. واحد النهار جاب الله طحت عاوتاني، لان شي ناس هزوني داوني للسقاط غادي عطاوني ندير سكانيرو راميم ايرجو، ما درتوش صافي جيت ما بقيتش قادنا نوض لا والو، راسي كياكلني. وهادي الجيران اللي كانوا حدايا كتكاري ب 32 الف ريال في واحد البريطما كيتشكاو من الدري كيغوت، انا ما بقيتش قاد نخلص هادي، تكمل علينا الشهر بغا يخرجنا. ها الجيران اللي تجمعوا جابونا هنا. الله يرحم ليكم الوالدين، انا عندي هاد وليدات والله لا يعلم، ما بقيتش قاد هل نخدم لا والو، ولكن الله لا يعلم ما بغيتهمش يخرجوا الزنقه، ما بغيتهمش يتعذبوا، وخصنا هذا اللي مرض. حنا سكننا دابا هنا، ولكن الله لا يعلم من غدا شنو كاين. الله يسهل عليكم اللي قد يعاوننا بقليل ولا كثير، الله يسهل عليكم والله يعاون كل محسن قد على شي حاجه.